أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحجم العمل الذي بذلته حلبة البحرين الدولية والجهات المعنية من تسهيلات لاستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1، بما يعكس الصورة المشرفة للبحرين، خاصة مع انطلاق السباق الليلي للمرة الثانية على التوالي في مملكة البحرين، لما يمثله من تحد للحفاظ على المستوى الناجح الذي ظهر به في العام الماضي. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله إلى حلبة البحرين الدولية لتفقد الاستعدادات لاستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2015 للفورمولا 1. طلع خلالها على مختلف المرافق ووفق سموه ووقف على آخر الاستعدادات لاستضافة السباق على أرض المملكة، واستمع سموه إلى شرح من الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة الرئيس التنفيذي للحلبة حول التجهيزات ومختلف الفعاليات المصاحبة التي ستقام ضمن فعاليات السباق. وأكد سموه بأن نجاح أبناء البحرين في إدارة هذا الصرح الكبير قد أسهم في تثبيت اسم مملكة البحرين على خارطة رياضة السيارات على المستوى الدولي، وأسهم كذلك في نشر الوعي برياضة السيارات وتوسيع قاعدة محبي هذه الرياضة في الشرق الأوسط. ونوه سموه بما تم إدراجه من فعاليات مصاحبة لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2015 للفورمولا 1، والتي تأتي متماشية مع الأهداف التي وضعتها الحلبة للعمل على تعزيز دورها وتنويع فعالياتها واستثمار كافة مرافقها لتكون واحة متكاملة وكملتقى رياضي واجتماعي تحرص العائلة البحرينية والخليجية والعربية على المشاركة وحضور كافة فعالياتها.